ظهرت هنا بنت اخو الفنانه ليلى علوي خلال التحضير لفرحها اللي كان يوم 10 نوفمبر في فندق من الفنادق الكبيره، وكانت ليلى علوي حريصه جدا على تحضير بنت اخوها لفرحها وهي بتعمل المكياج وبتظبط شعرها وكل حاجه. وطبعا وسط الاجواء دي ما تملكتش نفسها من اللحظات الجميله دي وسيطرت عليها دموع الفرحه. ووسط ده كله كانت ليلى علوي حريصه على المشاركه في احدى ندوات المهرجان اللي كان شغال وكان اخره يوم 28 اكتوبر، ودعت خلال الندوات دي لتقديم عمل فني ضخم. وليلى علوي خلال الندوة دي قالت انها على اتم الاستعداد لعمل فيلم عربي عالمي وبيتحدث عن القضية الفلسطينية وتشارك فيه بدون اجر.